أستاذ رضا، سألت الدكتور محمد إن كانت تركيا ستكون منحازة لروسيا أو أمريكا، وهذا السؤال يتكرر ونسمعه ويطرح كثيرا. ماذا عن انحياز العمق والذخر الاستراتيجي لتركيا وقد رأيناه متجليا عبر أعراس وأفراح الآن بفوز الرئيس أردوغان؟ نعم، هذا مما يجب أن يعمل في نظري أن يعمل عليه أردوغان في المرحلة القادمة إذا أراد أن يستثمر فيها استثمارا استراتيجيا، وهي التزكية المعنوية التي قدمتها عموم الأمة لشخصه باعتباره رئيسا ينحو نحو العدالة ويفتح مجالات حرية للمضطهدين المستضعفين في الأرض. فهذه طبيعة الأمة الإسلامية، بتقدم التزكية المعنوية لكل من يقوم بعبء من أعباء الأمة، سواء كان أردوغان أو كان الطالبان أو كانت حتى داعش. ما دام كان يحقق بندا أو يحقق دربا من دروب الدفع عن الأمة، فإن الأمة سوف تدفع له بالتزكية المعنوية بمجرد ما ينقلب على أسسها. بس ليش حشرت داعش في بقول سلة؟ بقول لك يعني لما ظهرت أولا داعش مثلا، ماذا داعش؟ دارت كأنها شباب يريد الخلافة الإسلامية، فالشباب الأمة الإسلامية أعطتها التزكية المعنوية وألقت إليها بفلدات أكبادها، وأصبح الشباب يأتون من أوروبا ومن أفريقيا ومن آسيا، أليس كذلك؟ وإذا كانوا يريدون حتى أن يموتوا في سبيل الله هناك. بس نتيجة هالكلام خطيرة. خلينا نناقشها الفكرة. بس لحظة. يعني الأمة مضحوك عليها دائما. خليني أكمل لك. التزكية المعنوية للأمة لأنها على غير مرجعية سياسية عامة جامعة للأمة، ولا سلطة دينية تدين بها الأمة، تدين لها الأمة، فإن هناك تزكية معنوية بتقدمها الأمة لكل من يقوم بدوره التحرري أو الدفاع عن المستضعفين. مثلا الأمة تعطي تزكية معنوية لحماس ما دام قاتلت الكيان الصهيوني، تمام؟ لما مثلا تراها أنها زودتها حبتين وارتمت في المشروع الإيراني، بدأت الأمة الإسلامية تسحب تدريجيا تزكيتها مثلا من حماس في فترة ما. لما بتروح هذا يحتاج إلى آليات قياس يا أستاذ رضا. نعم، أنا سأعطيك آليات قياس، وهذا مشهود، هذا مشهود ممكن يعني رصده، وإحنا رصدناه الحمد لله. مثلا بكلما ارتمت، مثلا كلما ارتمت في حضن إيران تراجعت تزكية الأمة لها، كلما ذهبت إلى قتال الكيان الصهيوني والدخول في العملية التحريرية هبت لها الأمة لنصرتها، وهكذا. يعني حتى داعش في البداية كانت هناك تزكية معنوية، لما تبين أنها خنجر مسموم في قلب الأمة نزعت الأمة منها تزكيتها المعنوية وبدأت لحالها. بس مرة أخرى هذا اسمحني. يعني بأنه من السهل الضحك على هذه الأمة ونال تزكية معنوية منها كما لا تسميها. لا، ليس من السهل الضحك. الأمة هذا بالعكس، هذا نقطة قوة في الأمة الإسلامية، هذا وعي جمعي للأمة الإسلامية أنها بتعرف من يقوم فعلا على مصالحها فتعطيه التزكية المعنوية، ومن ينقلب على مصالحها الحيوية والاستراتيجية والدينية فتسحب تزكيتها المعنوية منها. يعني شيء بسيط، يعني أردوغان يعرف هذا الأمر، وفعلا كان خطابه الانتخابي على مستوى العدالة، على مستوى الحرية، على مستوى الإنسانية، على مستوى الإسلام ومعاييره في الأسرة وفي التعبد والشعائر والحريات، وعلى مستوى نصرة المستضعفين وعدم طردهم من البلد، فالأمة الإسلامية قدرت هذا وأعطته التزكية المعنوية. ماذا تفسر خروج جموع وحشود شعبية تحتفل بنصر أردوغان في الأقصى مثلا، ولم تخرج بنفس القدر احتفالا بانكسار الحلف الصليبي في أفغانستان على يد طالبان مثلا؟ لأن تركيا في القلب، وأثرها وإن كان بسيطا سيكون كبيرا لأنه متعلق بقلب الأمة، الشام والشام وأكناف أهل الشام. أما مثلا في أفغانستان أو في أماكن أخرى في الصومال أو غير ذلك، فهي من أطراف الأمة الإسلامية. مهما كان العمل كبيرا فلا يكون ذلك الأثر أو مثله في قلب الأمة. نعطيك مثال، أنه داء الأمة متى يشخص؟ لهذا تقول يضحك علينا، لا، هو تشخيص لداء الأمة يشخص في الشام واليمن. كلما طال السرطان في الشام كانت أعراضه هنا في تركيا، وكلما خفت في الشام خفت في تركيا. لهذا أنا أقول أنه من بين الملفات الكبرى التي سيواجهها أردوغان، والحمد لله أنه كان عبقريا في اللعب على توازناتها. فمثلا تعرف أن في سوريا مثلا أنه هناك دول راعية وهناك دول ضامنة، صحيح؟ الدول الراعية
هي روسيا وأمريكا باتفاق مجلس الأمن، قرار مجلس الأمن 2254. ارجعوا إليه حيقولوا أن الدول الراعية المسؤولة عن إدارة الأزمة السورية. لا خليني قبل هذه النقطة، بدي أخلص من موضوع ما سميته باستغلال التزكية المعنوية للأمة. هذا عنوان كبير يحتاج إلى حلقات ربما وندوات وعمل جبار. نعم صحيح. البعض لأنه بيعتبر أنه كل هذا يعني اللي عم نشوفه عم نفرح ومسيرات وتهنئة وتبريكات ومش عارف شو، هذه عواطف مهرية لا بتقدم ولا بتأخر، البعض هكذا يعتبر. كيف سيستفيد ويستغل كما أنت قلت الرئيس أردوغان اليوم هذه التزكية المعنوية للأمة؟ وين بتنصرف هذه التزكية المعنوية؟ أحسن. هي الحقيقة لا تقدر بثمن وليست موجودة إلا في الأمة الإسلامية. يعني اللي بيقولوا انه ليش فرحتوا لأردوغان واللي وهذا مجرد كلام وانتم مش عارفين طبيعة الدين ولا كذا، يعني هؤلاء مساكين، يعني الحقيقة مساكين لا يعرفون طبيعة حركية الأمة الذاتية، وهي منتظمة تحت خلافة ومرجعية سياسية ودينية وقوة عسكرية واحدة، وبين طبيعة أمة مفككة منهزمة ترى بوعيها الجمعي، ترى بفطرتها السليمة من يقف في قضاياها الكبرى ومن يقف ضد قضاياها الكبرى. فهي تقول بكل وضوح، هي الأمة الإسلامية تعطي تزكية المعنوية، تقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت. وهنا لا نتكلم على مسارات أخرى. كيف يستغل أردوغان هذه القوة؟ أردوغان الآن إلى اليوم استثمر كثيرا في طبيعة النظم ونسج العلاقات، وهذا مهم جدا، لأن الثورة الإصلاحية أو التجربة التركية هي ثورة ناعمة صامتة على طبيعة النظام الدولي والعالم المهيمن لكن من الداخل. والثورات العربية هي ثورة من الخارج على النظام الدولي. فعندنا ثورة صامتة ناعمة من الداخل قوية جدا، وتمثلها من بين تجلياتها التجربة السياسية التركية، وعندنا ثورات عربية لازالت الآن تقاتل خارج منظومة الهيمنة كالثورة السورية والثورة الليبية واليمنية وفي الساحل الإفريقي وأفغانستان وغيرها. هذه مسارات اعتمدتها الأمة في غياب المرجعية الشاملة. وعلى أردوغان الآن في رأيي أنه حالة الانقسام التي كانت يستطيع أن يعوضها بثقل الأمة الإسلامية وهذه التزكية المعنوية. 100,000 أو 200,000 عفواً 210,000 سوري التي تم تجنيسها في خلال هذه الفترة واللي دار عليها لغط كبير كانت محددة في فوز أردوغان. لابد أن نهنئ السوريين ونشكرهم، لولا أنتم لم يكن أردوغان. الذين يكرهون السوريين ويريدون طردهم. هذا الكلام بكيفه على جماعة المعارضة؟ خليه كيف عليها زي ما بده. جماعة معارضة بكيف على مجموعة الميم والجندرية وعلى احنا خلينا بكيف ايضا على قدراتنا وعلى ادوات قوتنا، مش مشكلة، نقولها بكل استحياء وكل تواضع. نعم لانه حق. الفارق على كل حال حتى حسابيا بالاصوات اعلى من هذا الرقم. نعم الذي نعم. ذكرته بس اليوم البعض اتضحت النسبة انه شخص واحد كان ممكن سيتسبب في صعود اردوغان او خسارته. لا يستطيع احد ان ينكر هذا. اعتماد أكبر على عمق الإسلامي، لأنه هو أنا أعجبني الصراحة لما كلمته مضيئة صحفية. بس خليني بأن المجنسين يعني تسببوا بفوز أردوغان. نعم كان هذا غير صحيح. كان لهم يد. نعم كان لهم يد. إذا كان الفارق كان بالأشخاص يا أخي حتى الانتخابات الأمريكية، هذا مش جديد، حتى في الانتخابات الأمريكية مليونين و800,000 صوت تقريبا. نعم يعني 2,632,000 تقريبا صحيح؟ يعني 200,000 وزنة يا أخي، 200,000 وزنة، 1,000 وزنة، الواحد وزن. هذه تركيا عن استغلال التزكية المعنوية للأمة. البعض يقول لك إذا تركيا بالفترة الماضية لم تستغل الوجود العربي، وجود النخب في تركيا، هذا درس. هل ستستطيع استغلال ما يجري الآن وهذه التزكية المعنوية كما تقول للأمة؟ نعم تستطيع بقوة. لماذا؟ لأن الذخر الاستراتيجي لتركيا الآن، لا تنظر تركيا ما حدث في الانتخابات هذه. هذه الانتخابات تعرف أخي علاء كانت حربا حقيقية لكن بدون سلاح، استعملت فيها كل تقنيات الإكراه النفسي، الضرب على الحزام، الذباب الإلكتروني. طلع أردوغان أكثر من مرة يشتكي بالذباب الإلكتروني. لكن أنا أعجبني تصريح أردوغان لما كان في حوار صحفي مع CNN أو البي بي سي، CNN،
وكلمته عن عودة اللاجئين. قال له يعني بكل وضوح: لماذا أنتم لكم الحق في استثمار الرأس العربي والعار العربي وتركيا ما عندها حق؟ في الأزمة السورية ألمانيا أخذت 1,000,000 سوري، فرنسا أخذت الآلاف، بريطانيا أخذت الآلاف، أمريكا أخذت الآلاف. عم يسرقوا الأولاد في السويد، عم يسرق السوسيال. العقول المادة الرمادية يا أخي، العقول المادة الرمادية. الاستثمار في العقل المسلم سواء كان عربي أو غير عربي سوف يقفز بالتجربة التركية من حالة القوة الإقليمية إلى ما فوق القوة الإقليمية. والحقيقة هذا الذي استثمرت فيه بريطانيا وأمريكا. الجرين كارت هذه ليش؟ أين وصلت أمريكا؟ كيف وصلت أمريكا بحجم هذه براءات الاختراع؟ يعني دراسات مهولة يا أخي، عقول مهولة شاركت. فرنسا مثلا، يعني أعطيك قصة، اللي كان عندها إشكال في هليكوبتر الغزال أنها تستقر حتى تكون تناور في حروب العصابات وبين الجبال وكلا ميدانية، وكان عندها أزمة الاستقرار هاي، يعني اللي حلها فيزيائي جزائري. بس كيف حلها؟ ما كان يعرف أنه برنامج عسكري. هم وضعوا في الجامعة إشكالية فيزيائية وقالوا اللي حلها عنده مثلا جائزة معينة مثلا. بعدين اتضح أنها كانت السبب من أسباب نجاح طائرة بدون طائرة هليكوبتر غزال. أنت تصور أنه طلعت بمقدار B2 اللي أصبحت الآن يقال عنها أن تركيا وصلت أنها تمارس دبلوماسية طائرات بدون طيار. ولا تخيل لو أضيف لها العقل الباكستاني والعقل الأفغاني والعقل الجزائري والعقل المصري والعقل السوري. تخيل لو أضيف لها هذه العقول. لهذا بيقول لك اطردوهم عنا. ليش؟ لأن الدولة التركية إذا أعادت تعريف نفسها على هويتها الأصيلة يصبح الإنسان المسلم مكون في المجتمع التركي وليس ضيفا. لأني أعطيك مثال، الإنسان التركي مثلا عندنا تغيير في العقيدة العسكرية وفي نعم. أنا طرحت 3 ملفات كبرى ربما نشرتها أو نشرتها في عدة صحف أمس واليوم. ما هي الملفات 3 الكبرى اللي يعنى يعني في نظرنا أنه يعنى بها أردوغان حتى يستطيع تجاوز المطبات الكبرى القادمة؟ في مطبات كبرى قادمة، أهمها أذكرها حتى لا أنساها، أنه الآن أمريكا والاتحاد الأوروبي قدموا الدكتور هوفمان مع 87 عقل أوروبي قدم مسودة تقرير أمني وعسكري للاتحاد الأوروبي لتجاوز هذه العقبة، ومعه العشرات من الدارسين الزائرين في هذا المعهد هذا. خلاصة القول، انظر كيف يصنفون تركيا.